شمال سيناء تحديدا، هتشوفوا مشاهد مبشرة ومهمة جدا، انه ازاي الناس تواجه الارهاب وتوصل رسالة بمهرجان في حب مصر استقبالا للعام الدراسي الجديد. حي العلم وخلوا راسه فوق معاه، وهو فوق شط القناة عظيم وعالي في السماء، شافكم بتحفر وابتسم. حي العلم حسوا بقيمته وارفعوا فوق كل حاجة، وصدقوا جيل بعد جيل اتسلموا وتحت رايته اهتفوا يحيى العلم. تحديا للإرهاب وتأكيدا على شيوع الأمن والأمان بسيناء، خرج المئات من أهالي مدينة العريش ليحيوا مسيرة في حب مصر وأرض الفيروز. مبسوطين جدا باللي حصل النهارده، وإن شاء الله بنشوف المهرجانات دي في مناسبات كتيرة وفي أوقات كتيرة. إن شاء الله ربنا يحمي مصر ويحمي أهلها ويحمي شعبها ويحمي أهل سيناء وشعبهم وأهلها. واحد بغاية السعادة ومبسوط جدا باللي بيحصل في شمال سيناء، اللي سينا دايما واقفه ضد الارهاب وضد كل اي عدوان بيعدي على سينا. نفضل نقول مصر ام الدنيا لحد اخر قطره دم في حياتنا. النهارده احنا بنأكد ان الشعب والجيش والشرطه وجميع المجتمع في كل ايد واحده. طبعا دي رساله للعالم كله ورساله لكل اهالينا، ادي شمال سينا وادي العريش، كلنا بنحب مصر وكلنا بنقول فداك يا مصر، والحمد لله انتوا شايفين بنفسكم هم ابناء شمال سيناء متمسكين بمصريتهم، وكل سنه وانتم طيبين. شعب مصر بخير وسيناء بخير والعريش بخير، جيشنا بخير وشرطتنا بخير والمواطن بخير ان شاء الله. طول ما احنا ايد واحده شعب وشرطه وجيش مع بعض، ان شاء الله هنحمي مصر وهنحمي سيناء وهنطهرها من الارهاب ان شاء الله. زي ما انتم شايفين الاهالي كلهم خارجين في الشارع مع بعض، احنا هنا بنتحدى اي حد، ومن هنا بنقول تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر.